تفصيلا فإن 1472 حالة المسجلة في 24 ساعة الأخيرة سجلت حسب جهات وأقاليم وعمالات المملكة كما يلي: جهة مراكش أسفي 303 ديال الحالات، من بينها 209 في مراكش، 40 في أرحامنا، 28 بالحوز، 12 بأسفي، 9 حالات بشيشاوة، 3 باليوسفية، وحالتان بقلعة الصراغنة. في المركز الثاني جهة فاس مكناس 225 حالة، من بينها 63 حالة بمدينة فاس، 39 بمكناس، 34 بتازة، 32 بصفرو، 24 ببولمان، 18 بتونات، 7 بإفران، 6 بمولي يعقوب، وحالتان بالحجب. في المركز الثالث جهة بني ملال خنيفرة 224 حالة في 24 ساعة، من بينها 150 حالة ببني ملال، 31 حالة بالفقيه بن صالح، 27 بخنيفرة، 14 بخريبقة، وحالتان بأزيلال. جهة الدار البيضاء سطات 221 حالة، من بينها 192 حالة بالدار البيضاء الكبرى، 11 بالمحمدية، 7 بالنواصر، 5 بكل من مديونة والجديدة، وحالة واحدة ببرشيد. بعد ذلك تأتي جهة الرباط سلا القنيطرة 150 حالة في 24 ساعة الأخيرة، من بينها 55 حالة بسلا، 39 بصخيرات تمارة، 27 بالقنيطرة، 16 بالرباط، 7 بسيدي قاسم، و6 بالخميسات. جهة طنجة تطوان الحسيمة 145 حالة، من بينها 74 حالة بطنجة، 22 حالة بالحسيمة، 20 حالة بالعرائش، 14 حالة بتطوان، 12 بالمضيق الفنيدق، 2 بالفحص أنجرة، وحالة واحدة بوزان. جهة درعا تافيلالت 112 حالة، من بينها 75 حالة بالرشيدية، 25 حالة بورزازات، 10 حالات بزاكورة، وحالة واحدة بكل من تنغير وميدلت. جهة الشرق 31 حالة، من بينها 21 حالة بقرسيف، 4 حالات بفيقيق، 3 ديال الحالات بوجدة أنقاد، حالتان بتوريرت، وحالة ببركان. جهة سوس مسة 28 حالة، 16 بأكادير الدوتنان، حالتان بتزنيت، عفوا 6 حالات بتزنيت، حالتان بطاطا وإنزقان أي تملول، وحالة بشتوكة أي تباها، وحالة كذلك بتارودانت. جهة الداخلة واد الذهب 22 حالة، 20 حالة بالدخلة، وحالتان بأوسرد. جهة قلميم ودنون 8 حالات، 6 حالات بطنطان، حالة بأسزاق، وحالة بسيدي إفني. جهة العيون الساقية الحمراء 3 حالات كلها بالعيون.